كل عام انتم بخير، كل عام وانتم بألف خير دائما، كل سنه ونشوفكم بتكبروا بكل الحب بكل الامل، ينعاد عليكم بالصحه والسلامه، كل الشكر لكم، وايضا شكرا لك عازف الاورج، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم كثير على هاي المعاني الجميله الانسانيه الساميه اللي احنا عن جد بحاجه لنذكر فيها دائما في اجواء العيد وفي كل الاجواء الحقيقه. كملين معكم باجواء العيد والى جوله فلسطين هذا الصباح وكاميرا تلفزيون فلسطين في دمشق ورصدنا لاجواء العيد، نشاهد واياكم. الفرح بالبلاد المتعبة بيكون أكثر توهجاً، سوريا يلي عم تحتفي بميلاد رسول المحبة والسلام وهي يلي عاشت تفاصيل الحرب حتى أمسها القريب تبدو اليوم نابضة أكثر بالحياة. الكنائس ناقوس الميلاد الأول رفعت زينتها الميلادية بدءاً من الطرقات الموصلة إليها وحتى باحاتها وقاعاتها الداخلية وأضاءت شموع الصلاة تقديساً ومحبة. شعبنا وناسنا بتستاهل إنها تفرح، وخاصة بعد هالأيام أو السنوات الصعبة اللي مرينا فيها ببلدنا، ونحن هون بالكنيسة مثل ما نكون شايفين عم نشارك كمان، لأنه لحتى نعلم الناس أنه الفرح ما بيكون فقط بالزينة وبالإضاءة وبالحفلات، كمان بيكون باستعدادنا نحن نخلي قلبنا يكون مستعد ليستقبل الطفل المولود. لهيك مثل ما شفتوا اليوم الأحباء بمدارس الأحد مهيئين كانوا هالسهرة الميلادية، انه نحن فيها صلوات فيها تراتيل حتى نتعلم انه جواتنا هو اهم، لانه الرب يسوع بده يولد بقلب كل واحد، هو ولد بالزمن تجسد لكن هو هلا بده يولد بقلب كل واحد. بكل عيد صاحب الغبطه البطريرك يوحنا العاشر ما بينسى فلسطين من الدعاء والصلوات، نطلب من ربنا وطفل المغاره انه كمان فلسطين ترجع لشعبها. داخل الكنائس في حصة كبيرة للأطفال، ملابسهم المستوحاة من المناسبة وأصواتهم يلي بتردد أجمل التراتيل الميلادية. ليلة الميلاد يمحى البغض، ليلة الميلاد تزهر الأرض. الجولة الأوسع كانت ضمن الأسواق والحارات القديمة، هون بتفتش الناس بمعاني الميلاد عن أمل بيرتسم بزينة الشوارع والأزقة الضيقة، رحلة البحث عن الفرح بتكون بصحبة الكبار والصغار يلي رسموا الضحكة بكل مكان. الخصوصية يمكن هي الحميمية اللي بترجع لليوم للعيلة السورية، للأصحاب بين بعض ليرجعوا يلتموا مع بعض، يمكن هي الجماعات اللي كنا نفتقدها من قبل، شوي الأعياد هي عم بتكون عم تخصص لنا هي الحالة لنرجع سوا أكثر مع بعضنا ونكون أقرب لبعض، فهذا اللي بيميز سوريا وبتخيل يمكن كمان أغلب البلدان العربية هيك عم تعيش هي الحالة. الأجواء الحمد لله ماشية والعالم عم تنزل على السوق والجو طبيعي وما في شيء الحمد لله، بتحسي فيه بسط وفيه سعادة بوجوه البشر الحمد لله رب العالمين. صار لي 35 سنة ماني نازلة على الشام، أنا مغتربة بفنزويلا وهي أول سنة بقضيها هون بعد هالغربة كلها، فملاقي الفرق شي بيجنن شي بياخد العقل يعني، ومبسوطة. أشجار ميلاد وزينة مضيئة بكل مكان على شرفات البيوت وأيضاً ضمن الأسواق والمقاهي المفتوحة، أنوار متوهجة وابتسامات خجولة وأمنيات بعام مليء بالسلام لسوريا وفلسطين. الحياة القريبة والدفى مثل ما بده يعم سوريا يعم فلسطين، فيا رب الدفى لقلوب كل الفلسطينيين. إن شاء الله هيك يا رب بينعاد عليهم بالصحة وبالسلام والخير، وإن شاء الله بتحرر عن قريب، وإن شاء الله بنشوفهم هيك بأحسن حال ونشوف الضحكة دائما على وشهم يا رب. فلسطين على راسي ومستعد حررها بدمي، أنا الكبير الختيار. كل عام أنتم بألف خير.
بحب عايد كل أهل فلسطين ينعاد عليهم خير وسلامة، وإن شاء الله ولادة الطفل يسوع تكون خير وسلام وأمان. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله هيك السنة الجاية مثل هالوقت نكون بالقدس. الأجواء الباردة ما منعت الناس من أنها تكون بكل مكان تزين للميلاد، توثق لحظاتها وتلتقط الكثير من الصور التذكارية. خلينا نتفق انه مهما كبرنا بالعمر بتبقى زينة الميلاد بتشدنا على الشوارع والحارات حتى نتفرج على الإضاءة، على الشجرة والأنوار الملونة، نتفاجأ ونندهش ونفرح كل مرة وناخد كتير من الصور التذكارية. كنا معكم من العاصمة السورية دمشق لتلفزيون فلسطين، يولا حسين.